رجل مسافر ولما وصل إلى البلاد التي يريدها أفطر ولم يفطر في الطريق، لا بأس الإفطار إن أفطر في الطريق أو أفطر في البلد التي ذهب إليها وهو لا ينوي الإقامة فيها إقامة تزيد على 4 أيام. إذا كان ينوي الإقامة في البلد الذي ذهب إليه القيامة تزيد عن 4 أيام فلا يجوز له الإفطار لأنه أصبح مقيما. أما إذا كان ما ينوي إقامة أو ينوي إقامة قصيرة أقل من 4 أيام فله الفطر لأنه في حكم المسافر.